منواصل في عرض محطتنا الخدماتية والتي تليها الآن أخبار الطرق وأهم النقاط التي تشهد اختناقات لنهار اليوم بالإضافة الحصيلة لحوادث المرور خلال الفترة الأخيرة. ولا ننسى كذلك نصائح من حضرة الرائد والسائقين. راح يكون معنا اليوم نربط اتصال مباشر بحضرة الرائد خالد رحموني في الدرك الوطني. صباح الخير مشاهدينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي غالبا ما تشهد حركة تنقلات كبيرة للمواطنين بين مختلف ربوع الوطن، نقدم لكم الحالة اليومية لشبكة الطرقات التي تدخل ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني والتي يبقى أغلبها مفتوحا للسير باستثناء بعض المقاطع التي تشهد حركة مرور بطيئة تتلخص كما يلي. بولاية قسنطينة الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينة قسنطينة وبلدية زيغود يوسف يشهد من الساعة 8 صباحا إلى غاية 9 مساء اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية من الحجرة الكيلومترية رقم 50 إلى الحجرة الكيلومترية رقم 60 بالمنطقة المسمى مرتفع كنتور. الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين مدينة قسنطينة وبلدية حنة بوزيان يشهد اختناقات في حركة المرور من الحجرة الكيلومترية رقم 71 إلى غاية الحجرة الكيلومترية رقم 78 بسبب السوق الأسبوعي أيام الأربعاء والجمعة والسبت بالمنطقة المسمى حي الرحالة. بولاية باتنا الطريق الوطني رقم 6 شطرين الرابط بين مدينة سريانة والطريق الوطني رقم 3 يشهد اختناقات في حركة المرور في الفترة الصباحية والمسائية بسبب الكثافة المرورية من الحجرة الكيلومترية رقم 200 إلى الحجرة الكيلومترية رقم 205. بولاية برج بوعريريج الطريق الوطني رقم 5 في شطره الرابط بين مدينة برج بوعريريج وولاية البويرة يشهد في الفترة الصباحية اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية من الحجرة الكيلومترية رقم 221 إلى غاية الحجرة الكيلومترية رقم 224 على مقطع من الطريق طوله 3 كيلومتر على مستوى المدخل الغربي لمدينة برج بوعريريج. بولاية الجزائر الطريق الوطني رقم 41 في شطره الرابط بين منطقة بوشاوي إلى غاية محول البريجة على مقطع طوله 3 كيلومتر يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية في الفترة الصباحية والمسائية. الطريق السريع الشرقي في شطره الرابط بين الجزائر العاصمة والطريق الوطني رقم 5 إلى غاية الحدود الإقليمية لولاية بومرداس يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية من الساعة 7 صباحا إلى غاية 9 ومن الساعة 3 مساء إلى غاية 6 مساء خاصة على مستوى ملتقى الطريق السريع الشرقي بطريق السريع الجنوبي بإقليم بلدية دار البيضاء. الطريق السريع الجنوبي رقم 161 يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية من الساعة 7 صباحا إلى غاية الساعة 9 ومن الساعة 3 إلى غاية 6 مساء على مستوى محول المطار إلى غاية مدخل بلدية دار البيضاء. بولاية وهران الطريق رقم 13 الرابط بين ولايتي وهران وسيدي بن عباس يشهد حركة مرور بطيئة على مستوى المكان المسمى الضايا عند الحجرة الكيلومترية رقم 34 زائد 300 متر بإقليم بلدية والتليلات بسبب اهتراء الطريق. الطريق الوطني رقم 11 يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية على مقطعين طوله 5 كيلومتر بالضبط على مستوى المكان المسمى دوار بالقايد بإقليم بلدية بيرجير وهذا من الساعة 3 مساء إلى غاية 7 مساء. خلال 48 ساعة الفارطة سجلت وحدات الدرك الوطني 110 حادث مرور أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 18 شخصا رحمهم الله وإصابة 209 شخص بجروح. بالمقارنة مع نفس الفترة السابقة نجد أن هناك انخفاضا في عدد الحوادث ب 12 حادثا وفي عدد القتلى بقتيل واحد وفي عدد الجرحى ب 51 جريحا. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث نذكر أرمسيلة بسبع حوادث، البوليدة بست حوادث، عين الدفلة بست حوادث، باتنا بست حوادث، وأضرار بخمس حوادث. فيما يخص الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث نذكر ما يلي: السرعة المفرطة ب51 حادثا، التجاوز الخطير ب12 حادثا، تغيير الاتجاه بدون إشارة 11 حادثا، السير على اليسار 10 حوادث، عدم احترام إشارات المرور 5 حوادث، وعدم احترام مسافات الأمام ب5 حوادث. شوف السائق هذا يسمى شوف سبع أنه وقت على زر دي بوانت هادو السائق يسمى تورتا عنده اللومبوتياج هذا وراك تشوف الاغلبيه كاين الطوموبيلات بزاف ما ينجمش سي امبوسيبل يسمى يجري ولا كاش حاجه ويخرجوا في وقت واحد الخدامين تسمى كيخرجوا في وقت واحد تولي الدعوه لانارشي وتولي سيركيلاسيون ما كاش كيفاش هذا يطبع هذا.
وحال الطوموبيلات اللي هنا كاين بزاف في البلاد، والطرقان محفرين والحيه ضيقه، ما كاش كيفاش يديروا. والسائق هذا حليله مسكين، الشوفير او من ينوض الصباح حتى العشيه هو يخدم، سيرتو العشوه، العشوه نقولوا جويت الربعه ولا دير الفوق يحصل ديريكت، ما كاش كيفاش يدير. لا غالب شوفي لا لين نخدموها نديروا فيها ساعه، طلعه ساعه والحباطيه ساعه، نقولوا بجراح دير ساعه سيركيلاسيون على راسها، عندك ما عندك شويه ليفيتي سيركيلاسيون من دوك نقولوا جوج الزوج لثلاثه، وصباح من 10 ل 12 ومن بعدك تبدا. عامل زر دو بوك ما تهدريش، دوك ما تهدريش، تضربي زوج سوايع سيرتو من هنا نقولوا من سيدي مبارك حتى لهنا تحصلي. كاين وين ما تدخلش باش يدخل هنا شارجي، تلقى لاجونس هذه فارغه، ما كاش كيران، ما كاش طوموبيلات هنا الداخل، هذه هي. شحال بيجي يجري وهنا ما يجيش، بحسب يجي بعقله ولا انت تقول هذا كاين غاشي الداخل، ما كاينش منها. مواطن يتقلق، شوفي نفهمك حاجه، حنا عندنا هنا وقت باغ اكزومبل باجاره حنا يدير 7 دقائق 6 مينيت ويجي ماري، عندنا سمار يدير 10 دقائق، كي تكون ما كاش حادثه كاع هذا الوقت هذا يدير 12 دقيقه. سي بو سون المواطن يتقلق، ويتقلق كي يخرج من ريزيرف دو بوان غير انسان منا باش تلحق الجامع دير ساعه.